عسلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل في كوجينة مالية. رمضانكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. صحابي وحبابي، اليوم مش نقترح عليكم وصفة مزيانة برشا، تحلية للسهرية، تحلية رمضانية، هي طارت بالكريمة. تابعوني للكوجينة نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. اللي يعجب في الوصفة هذه المكونات متاحة في متناول الجميع، والمقادير في كل دار وفي كل مكان. شنو يلزمنا؟ عندنا 3 كيسان متاع فارينة، 2 كيسان متاع سكر، ونص سيترة متاع حليب. عندنا 150 غرام زبدة، 4 مغارف متاع نشاء وماء زهر. عندنا 4 بيضات ومش ناخذ منهم كان الاصفر. وعندنا الجلجلان والنوى، هذوما باش نزيدوهم تفويح، راهو ماهمش حاجه ضروريه. والسكر فاني تنجموا تعوضوه بالزيست نتاع القرص اذا كان ما تحبوش السكر فاني. هذا ما كان باش نحضروا الوصفه بتاعتنا. وكما تعرفوا في رمضان نحبوا نحضروا الحاجات اللي ما تتكلفش وما تطلبش برشا وقت باش نحضروها، وتبدا بنينه زاده كيف كيف. الطرطه هذه ناكد لكم اللي هي بنينه على الاخر ومزيانه زاده كيف كيف في الصحن. اي ناخذوا توا باش نحضروا الطرطه متاعتنا. قبل كل شيء الزبده راهو خرجتها بالمسبق، يعني قبل بنصيف ساعه باش الزبده تكون ماهيش ذايبه. الزبده بتاعتكم تذوبوهاش وقت تبدو باش تحضروا الطرطه هذه، يعني تخرجوها قبل بنصيف ساعه من الفريجيدير. توا ناخذ السكر فاني وباش نحط عليه الزبده والسكر والفارينه وباش نخلطهم بالقدي بالقدي. بالنسبه للميزان انا اخترت باش نحضر لكم بالكيسين للناس اللي ما عندهاش الميزان ساعة في الدار، وفما ناس عندهم الميزان وما يحبوش يوزنوا، يحبوا بالكيس وبالعبار خير. يعني راهو الكيس فيه 100 غرام، هذاك الكيس هذاك يعني 200 غرام تاع سكر. تحبوا تحطوا اقل ولا اكثر كيما تحبوا انتم. هو الحقيقه اكثر ما يلزمش، خاطر الطارت هنا مش نحط مع العجينه هذيك مش نحضرها مش نحط 100 غرام، ومن بعد باش نزيد نحط 100 غرام في الكريمه مش نحضرها. الفارينه كيف كيف، يعني بالعبار احسن وخير للناس كل. يعني الكيس اللي وزنتوا به الفارينه هو اللي مش توزنوا به السكر، مش نبداو لهنا متفاهمين. تبقى السكر الحلاوه، يعني تنجموا تعملوا اقل اما اكثر ما يلزمش تعملوا اكثر باش الطرطه بتاعتكم ما تكونش يعني حلوه برشا. لهنا باش نحط الاصفر نتاع البيض، ماشي مش نحط بيضه كامله، مش نحط الاصفر وك هو باش نلم بيها العجينه. هي ماهيش عجينه، هي الحقيقه مش تجي الفرينه هذيك مش تكون مرمله مع السكر والزبده، تجي كانها مش نحضروا مقروض، يعني كنت تشوفوا نوريكم، يعني تكبس على يديك باش تشوفها اللي هي مبسه ولا لا. راهو الزبده تكون من نوع الرفيع، يعني تكون من نوع الباهي الزبده. فما سؤالي في الناس اللي عندها الاليرجي للزبده ويحبوا يحضروا الوصفه هذه بالزيت، الحقيقه تنجموا تحضروا راه ما تجيكمش كيما باش نحضروها بالزبده. ديما تعرفوا في الحلويات الزبده هي معناها راسها من الكل. تحبوا تحضروا بالزيت تنجموا، راهو بالزيت وما يكونش زيت زيتون، يكون زيت مائده. تنجموا تحضروا الطرطه هذه بالطريقه اللي تحبوها انتم، بالزبده ولا بالزيت، والمستحسن هي الحقيقه راهو بالزبده. باش نسهل لكم الوصفه زادة كيف كيف، الجلجلان راهو تفويح لا اكثر ولا اقل. يعني انا حطيت الجلجلان، تنجموا تحطوا لوز مرحي يكون زادة كيف كيف في الطارت تكون بنين. انا حبيت الطارت تكون تتقرمش وفيها كتيب، نحب فيها كانه حراق في الطارت، هذيك علاش حطيت الجلجلان. كما تعرفوا الجلجلان مش يطيب اكثر من الفرينه ومش يعمل كانه حرقان في الطارت، هذيك هو نحب عليه انا في الوصفه نتاعي. تنجموا راه ما تعملوش بكل وماهوش حاجه ضروريه في الوصفة. باش نكونوا متفاهمين، ما تعطلوش رواحكم اذا كان باش تحضروها الوصفه هذه. اللوز والا الزوز والا اي نوعيه نتاع فيكي باش تحطوها ماهيش حاجه ضروريه، والطارت نتاعكم تجيكم بنينه ومزيانه زاده كيف كيف. راه لهنا باش نحضروا الكريمه تاعتنا، كريمه سهله برشا واي واحد ينجم يحضرها. الكريمه هذه راكم تنجموا تعملوها بالشوكولا، يعني تعملوا نفس المكونات ومن بعد تزيدوا شويه الشوكولا في الكريم تاعتكم باش تجيكم معناها كريم وشوكولا. تحبوا تخلوها كيما هي الحقيقه تجيكم مزيانه زي كيف كيف طبيعيه، معناها من غير ما تزيدوا حتى شيء كيما تحبوا انتم وتشتهوا. لهنا حطيت نص لتر حليب، حطيت 4 مغارف نتاع نشاء، وحطيت الاصفر نتاع البيض. في صورة ما الكريمة متاعتكم جاتكم جارية برشا، تزيدوا تاخذوا مغارفة متاع نشا وتحلوها شوية ماء ولا حليب وتزيدوها للخليط وهي راهي تطيب، فما حتى مشكلة. وتردوا بالكم باش الكريمة متاعتكم ما تكونش فيها الكعابر هذوكم، يلزم تحركوا بالكدا بالكدا، والكريمة متاعتكم يلزمها تكون عاقدة شوي.
وما يظهر هذاك باش يفوحها عاد ويعطيها بنا على بنا. لهنا الكريمة كنت شفتوا حضرت ومورها واضحة، معناها طيبة بالقداء، عاقدة شوية، مش نزيدها المقدار متاع 30 جرام متاع زبدة، ونبدأ خلط بالقداء بالقداء باش تفاعل الزبدة مع الكريمة ذيكة، وباش تجينا بعد الكريمة متاعتنا طرية ومزيانة في الطرد. راهو حاجة لازمة هذيك الزبدة باش تحطوها، معناها باش تفوح لكم بالقداء بالقداء الكريمة متاعتكم. باهي، في صورة ما باش تحضروا بالشوكولا الكريمة تكون فيها الشوكولا، ما تحطوش ما زهر، خاطر الشوكولا وما زهر مع بعضهم الحقيقة ميجوش مزيانين برشا، باش تبقى نكهة الشوكولا. وكهو لهنا اخذت البلاتو باش نحط فيه شوية ماء، باش نحط بعد البابي كويسون وما نتقلقش. وثاني حاجة باش كي نحط الطارد في الفور ويبدأ سخون ما تتصهدش كيما نقولوا احنا، الطارد نتاعكم ماك الفارينة هذيك ما تحرقش فيسع فيسع، يعني عندها الوقت باش البلاتو يسخن في عقله. هذيك علاش نحط الماء في البلاتو قبل ما نحط البابي كويسون، باش الطارد نتاعي كي نحطها في الفور ما تتصهدش. هذيك علاش لهنا ناخذ الفارينة اللي رملتها وباش نبسطها بالقدا بالقدا في البلاطو، ونحاول نوزعها على الجناب باش من بعد كي نحط الكريمة باش نسكر فرد مرة بالبقية متاع الفارينة المرملة، يعني ما تخرج الفارينة معناها من البلاطو. فاهمين؟ يلزمكم على الجناب بالقدا بالقدا كيما تشوفوا بالضبط كيفاش نعمل، كأنكم تبسطوا في عجينة بالضبط. وراهو ما تتحللكمش، تأكدوا تأكيد تام، يعني ياك الأصفر متاع البيض لمينا به الفارينة، وبقدرة الله يعني كي تقصوها مرسويت كأنكم قصيتوا جاتو عادي، معناها ودول الفارينة متاعتكم تكون ملمومة. الوصفة هذه زادة كيف كيف، راكم تنجموا تحطوا التفاح في الوسط، تقصوه دي ترانش ولا مرسويات صغار، ومن بعد تحطوا عليه الفارينة المرملة هذيك وتحطوه في الفور، وتكون طارت زادة مزيانة وبنينة. الناس ما يحبوش الكريمة وما يحبوش السكر ياسر، ينجموا يعوضوا الكريمة بالتفاح وتجيكم مزيانة. الوصفة هذه بيدها راهي موجودة باللغة الفرنسية على القناة متاعي، وفما شكون سأل علاش تعاود فيها مرتين مالية، احنا شفناها. فما شكون راهو ناس يتبعوا فيا ومش واحد ولا اثنين، يعني ناس برشا كيما نقولوا احنا بكثرة يتفرجوا فيا ويحبوا كان باللغة العربية وكهو، باش نفهمهم كيما يلزم الوصفة ويعملوا كيف هما وقت اللي يسمعوا كان العربي وكهو، مش خاطر ما يحبوش اللغة الفرنسية، خاطر هما ما يفهموهاش اللغة الفرنسية. مثلا في مصر يتكلموا كان لونجلي ويحبوا يسمعوا كان بالعربي وكهو، يقلقهم وقت اللي يبدا الفيديو بالفرنسي وبالعربي. هذاك علاش انا نعاود في الوصفه معناها بالعربي وكهو. الطارت لهنا حضرت، حطيت فوق منها الفارينه المرمله هذيك، وحطيت فوق منها كعبات الزوز، وكعبات الزوز راني حطيتهم باش يتحمروا في الفور لا اكثر ولا اقل، خاطر انا نحب الطارت تاعي هكاك، يعني الفاكهه نحبها تتقرمش وتبدا كانها محروقه شويه. تحبوا انتم تزينوا من بعد في الاخر بالزوز نتاعكم ولا باللوز ولا باللي هو، معناها تخلوه في الاخر. باهي، والطارت راهو ماهيش محروقة لهنا، راهي كي تحطوا انتم الجلجلان في الفارينة بالطبيعة باش كي الجلجلان يتحرق شوية، هذيك علاش انا حطيت ونحب الطارت بتاعي تكون فيها هاك الحمورية هذيك ولا الكحولية هذيك كاينها محروقة، ولا راهو الجلجلان هو اللي تفكي يدخل الفور يولي كاينه يتقرمش، والطارت مزيانة على الاخر وريحتها فيها في الدار، ونودكم ولا شهيكم الحقيقة. الوصفة هذه بنينة على الاخر، بنينة بنينة، واللي يحبوها كبار وصغار الحقيقة في الدار وقت نعملها يبدو فرحانين للاخر، ووصفة ما تكلفش وما تطلبش برشا وقت الحقيقة باش نحضره. لهنا نزيد سكر غلاس باش نزين به، تحبوا ما تحطوش، الناس عندهم مشكلة مع السكر ما يحطوش، تحبوا تحطوا حاجة أخرى، لوز مرحي، فيكيا أخرى وتزيدوا تحطوها. السكر غلاس الحقيقة يعطيها زين على زين الحقيقة. لهنا مش نقص لكم مورسو وهي مازالت سخونه الحقيقه، الطارت هذيا يلزمكم تقصوها وهي بارده وماخذه راحتها وكي الكريمه بردت، وباش تقصوها منظرها يجيكم مزيان. لهنا انا نصور ويلزمني نوريكم قبل ما يجوا الضيف نتاعي باش يكون الفيديو كامل، ما كانش بعد ما يبقى ليش باش نصور.
به لهنا كشفتوا مورسو تعترض مزيان على الاخر كيما تشوفوا بالضبط بالضبط طرية الكريمة. وريتوا علاش قلت لكم تكون كالزبدة ذيك يزمكم تعملوها، خاطر وقت اللي مش خلطوها من بعد هي الكريمة بتبيعتها كما تعرفوا فيها نشاء مش تيبس، وكي نحطوا فيها الزبدة تبقى ديما طرية، تبقى نهار نهارين ديما الكريمة تعالكم تبقى طرية. شوفوا مزينها في الصحن، معناها حاجة ممتازة على الأخر سوى للعائلة ولا للضيف، وخاصة كي عنا ضيف جايين على غفلة معناها فيسع فيسع نحضروها الطرات ذي، وما تطلبش وقت وما تطلبش مكونات كبيرة برشا، وكي نحبوا ما نكلفوش رواحنا وما نحطوش الفيكيا راهي تكون زادة بنينة وما فيهش فيكيا، معناها مش حاجة ضرورية الفيكيا، حاجة زادة معناها. Voilà mes amis, notre tarte elle est prête, elle est extraordinaire. Si vous voulez voir la recette en français, elle est disponible sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, mettez la cloche en marche pour que ne vous ratez pas mes recettes et mes idées. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Et je vous rappelle, cette recette elle est disponible sur ma chaîne en français. الطارت متاعنا حضرت صحابي وحبيبي كيما تشوفوا مزيانة على الاخر البنة، اتو نخليكم تجربوها الوصفة وتحطولي في الكومنتير عجبتكم ولا لا. الوصفة هذه نحضروها لضيف الغفلة اللي يجونا واحنا ما عندناش الوقت باش نحضروا، ما عندناش المكونات في الدار، يظهر لي في كل دار فما الحليب الزبدة الفارينة السكر هذوما موجودين، احنا خدمناها بالمكونات هذو. الوصفة هذه نحضروها بعد شقل فتر يلزمنا حاجة حلوة باش نشربوا بها القهوة والا التي، معناها وصفة ممتازة على الاخر، وصفة عائلية ما تتكلفش وما تطلبش برشا وقت باش نحضروها كيما قلت لكم، ونعاود لكم مرة أخرى. الوصفة هذه نحضروها وقت الحبيب والأصحاب يبدو ملمومين، معناها حاجة مزيانة على الاخر. إن شاء الله عجبتكم الطريقة وإن شاء الله تجربوها وأنتم ملمومين مع العائلة والأصحاب والأحباب. ما تنسيوش تبارتاجوا الفيديو إذا كان عجبكم، تحطوا الكومنتير، الكودو بوس هذيك راهي عندها دور كبير ياسر للفيديو باش يطلع. إذا كان تحبوا تتصلوا بي على الانستغرام وإلى الفيسبوك راهو كوزين مالية، ما ثم حتى مشكلة، أي سؤال نجاوب عليه، وأي حاجة تقلقكم يعني وما تعجبكمش ولا تعجبكم تحطوها في الكومنتير ونتقبلها بصدر رحب. أصحابي وحبيبي ما يبقى لي كان نقول لكم تبقوا على خير وفي أمان الله وإلى لقاء، وما يبقى لي كان نمشي نحضر قهوة وناخذ مرسوم الطرد هذه المزيانة. إن شاء الله نتقابلوا في وصفة ما خير وإلى لقاء.